إسرائيل تستأنف غاراتها الجوية على غزة بعد توقف دام ساعات بموجب المبادرة المصرية. محلى بوزير الصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الأمريكية المنتجة لعقار علاج فيروسي. مجلس النواب العراقي ينتخب السياسي السني سليم الجابوري رئيسا له بالأغلبية المطلقة. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، والبداية فيها مع محمد عبد الله. تفضل. شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام للتفاصيل الأنباء. استأنف طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على غزة بعد نحو 6 ساعات من وقف هذه الغارات بعد موافقة إسرائيل على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. وأفاد شهود عيان بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مدينة غزة ومنطقة تقع جنوبية مدينة خان يونس، وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته باستئناف العمليات العسكرية بكل قوة في غزة. وزعمت مصادر إسرائيلية أن هذا القرار جاء بعد أن رفضت حركة حماس والجهاد الإسلامي المبادرة المصرية للتهدئة وأطلقتا صواريخ على إسرائيل. الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، وعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين لا يتوقف أيضا. قطاع غزة تحول فعليا خلال الأسبوع الماضي لساحة حرب، يقبع سكانه في المنازل آملين في ألا يكونوا على موعد مع إحدى تلك الغارات. ما يقارب 200 شهيد قضوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عملية الجرف الصامد في القطاع، في الوقت الذي لا تزال فيه صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب كلما سقطت صواريخ المقاومة في أسدود وعسقلان وغيرها. تقرير صادر عن الأمم المتحدة أكد أن حوالي 17,000 فلسطيني اضطروا للجوء إلى مدارس وكالة الأونروا في مدينة غزة والمنطقة الشمالية بحثا عن وضع أكثر أمانا بعدما دمرت منازلهم جراء الغارات. لأنه إذا تلبت شروط المقاومة أصبح قطاع غزة بأمان والضفة بأمان، إذا ما تلبت مطالب قطاع غزة إحنا في كل مرة سندك، يقتلون لنا صغير وكبير، هد بيت هد مؤسسة. الضفة الغربية وهي بعيدة بشكل كبير عن مخاطر عملية الجرف الصامد تتواصل فيها الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواجه بالقوة أي تظاهرات تخرج ضدها. نحن هنا لنتظاهر ضد المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة. نحن هنا لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وفرض وقف لإطلاق النار وكافة الأعمال التي تودي بحياة النساء والأطفال. 3 وحدات جديدة باتت في الطريق، هكذا أعلن مسؤول إسرائيلي مؤكدا شراء 3 بطاريات صواريخ اعتراضية جديدة من منظومة القبة الحديدية، في إشارة للتهديد الواضح الذي تمثله صواريخ المقاومة على دولة إسرائيل المحتلة. كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قد وافق على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من توسيع العملية العسكرية في حال رفض حماس مقترح التهدئة. في المقابل رفضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس المبادرة المصرية للتهدئة، بينما قالت حماس إنها لم تتلقى أي مبادرة بهذا الشأن من أي جهة رسمية أو غير رسمية. سريعة للمبادرة المصرية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وافق المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي خلال اجتماعه على المبادرة المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع. خلال اجتماع مفاجئ للمجلس الأمن الإسرائيلي قبلت إسرائيل المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار. نحن دائما نقول أن هدفنا عودة السلام والأمن إلى المواطنين الإسرائيليين وإنهاء إطلاق الصواريخ على مدننا.
إذا تواصل إطلاق تلك الصواريخ ولم توافق حماس على المبادرة، نحن بالطبع سنواصل العملية العسكرية لحماية مواطنينا. المبادرة المصرية تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومحيطه خلال 12 ساعة بدون شروط مسبقة، إلى جانب إعادة فتح جميع المعابر إلى القطاع، على أن يبدأ الحوار بين الجانبين بالقاهرة خلال يومين. من جانبه رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمبادرة المصرية للتهدئة، مطالبا كافة الأطراف بالالتزام بالمبادرة حفاظا على دماء الشعب الفلسطيني. وفي المقابل رفضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها المبادرة، مشيرة إلى أنها لا تعلم أي شيء عنها وأنها لم تتلقى أي مبادرة بهذا الشأن من أي جهة رسمية أو غير رسمية. وبدوره اشترط اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن توقف إسرائيل قصفها لقطاع غزة وترفع الحصار عن القطاع من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. ليست المشكلة في التهدئة ولا المشكلة في العودة إلى التهدئة أو اتفاقيات التهدئة، لأننا نحن نريد أن يقف هذا العدوان وأن تتوقف هذه الحرب عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن المشكلة هي واقع غزة، الحصار، التجويع، إغلاق المعابر، القصف، إهانة الناس. الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جهته أبدى ترحيبه بالمبادرة المصرية، وشدد أوباما خلال حفل إفطار رمضاني استضافه في البيت الأبيض على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه وصف أوباما مقتل وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي بأنه مأساوي، متعهدا بمواصلة جهوده من أجل تسيير العودة إلى وقف إطلاق النار الموقع بين حماس وإسرائيل في 2012. يأتي ذلك بينما نددت دول عديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا بالعملية العسكرية، وشهدت غالبية هذه الدول تظاهرات داعمة للفلسطينيين. ففي المكسيك تظاهر حوالي 200 شخص في العاصمة مكسيكو سيتي دعما للشعب الفلسطيني. أما في فنزويلا فقد شارك حوالي 100 شخص بينهم نواب أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم في مسيرة تضامنية أمام المفوضية الفلسطينية بكاراكاس. وفي تايلاند تجمع حوالي 100 شخص أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة التايلاندية بانكوك مرددين هتافات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي. أما في الفلبين فقد شارك مئات من المسلمين والمسيحيين في مسيرة إلى السفارة الإسرائيلية بالعاصمة مانيلا للتنديد بالعملية العسكرية، مطالبين بوقف قتل الأطفال وإنهاء العدوان الغاشم على الأبرياء. وللمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من غزة السيد أكرم عطلة المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي. سيد أكرم، هل نستطيع أن نحدد في هذه اللحظة موقف حماس الحقيقي من المبادرة المصرية؟ لا، من الصعب تحديد الموقف. يعني هناك بيان لكتائب شهيد عز الدين القسام صدر بالأمس، قال أنه هذه المبادرة يعني وصفها بنا مبادرة قنوع وركوع. وأما حركة حماس التنظيم تقول لم يصل لنا شيء، وموقف مواقف قادة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي متباينة ومختلفة. هناك مواقف السيد موسى أبو مرزوق، موقف بعض الأعضاء بحركة حماس، وبالتالي هناك ربما ليس هناك إجماع حتى اللحظة لدى حركة حماس حول موقف معين. نعم. الحركة فوجئت بالمبادرة وربما أنها لم تعطى فرصة للتشاور. طيب في رأيك لماذا يعني اتخذ هذا الموقف، يعني في هذا التردد أنه ينظر إليه على أنه نوع من أنواع الخنوع كما تفضلت، في حين أن المبادرة تهدف إلى وقف إطلاق النار؟ واحدة، الجناح المسلح بحركة حماس هو من يرى أنها خنوع. أعتقد أنه هذا يرجع لطبيعة العمل، يعني المسلحون يرون غير السياسيين، السياسيون يرون الأمر بشكل أكثر اختلافا، وربما أن صعوبة الاتصال، يعني هناك مسلحون مختفون تحت الأرض لا يتواصلون مع العالم عبر يعني ما يرونه عبر الفضائيات مثلا، وبالتالي صعوبة التواصل لدى الحركة، لا تستطيع أن تعقد اجتماع الحركة
لتتخذ موقفا موحدا تجاه المسألة، وضيق الوقت ربما جعل هذا التباين كبير بين أطراف الحركة أو أجنحة وأجهزتها. نعم، ويعني برأيك تؤيد موافقة حماس على هذه المبادرة يعني أم ترى أنه يمكن أن ينظر إليها على أنه نوع من أنواع التنازل أمام الجانب الإسرائيلي؟ لا بالعكس، هذه مبادرة يعني لم تقدم لإسرائيل شيء وتنازلات، هذه مبادرة استندت إلى معركة سابقة تنصل فيها الإسرائيلي من التزاماته وهي فتح المعابر. إسرائيل تحاصر قطاع غزة وتم الاتفاق في تهدئة 2012 على فتح المعابر، الآن نفس من حق حركة حماس أن ترفع نفس الهدف وتطالب بنفس المطالب. وبالتأكيد مصر عندما صغت المبادرة أخذت بعين الاعتبار هذا الهدف الذي تريده حركة حماس وتعتقد أنه من حقها، وأعادت صيغته مرة أخرى. لماذا يجري الحديث بلغة الخنوع والخضوع؟ لا، هذا طبيعة الأشياء، المعركة تنتهي بمطالب حماس، مطالب حماس إلى حد ما موضوع داخل هذه المبادرة. نعم، أشكرك جزيلا عبر غزة السيد أكرم عطلة المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية. دكتور عبد المجيد، بعد التحية، يعني بعد استئناف كلا الطرفين للعمليات القتالية، إسرائيل بقصف قطاع غزة مرة أخرى وحماس بإطلاق الصواريخ، هل يمكن تطوير هجومها ليشمل بتقوم بعمليات برية ضد قطاع غزة؟ أنا أعتقد بأن يعني حركة حماس وقعت في فخ كبير عندما بدأت بعض أجنحتها الحديث مع رفضها لوقف إطلاق النار. هذه مسألة تعطي لإسرائيل ظهيرا دوليا وإقليميا كافيا لاستمرار العدوان والبطش والفتك في الشعب الفلسطيني وتطوير عمليات العسكرية كما تفضلت باتجاهات متشعبة ومختلفة. قد لا يكون الخيار الرئيسي هو العمليات البرية، لكن من وجهة نظري إسرائيل الآن تعتقد بأن بإمكانها البطش بالشعب الفلسطيني بدون أن تواجه ضغوطات كبيرة يعني من المجتمع الدولي ولا حتى من المجتمع الإقليمي. هذه مسألة خطيرة وفي منتهى الخطورة، وأعتقد أن لغة يعني التحكم بالعقل والحنكة هو ما نحتاجه في هذه المرحلة. نتنياهو قال للوزراء المعارضين لوقف إطلاق النار، قال لهم لماذا تستعجلون؟ اتركوا حماس ترفض وقف إطلاق النار وعندئذ سأقوم بكل ما يلزم. نعم دكتور عبد المجيد، يعني كان بالأمس وزير الخارجية الفلسطيني موجود في اجتماع جامعة وزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية، ألم تقوم السلطة الفلسطينية بالحديث مع الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع التهدئة؟ ألم تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء أي من الاتصالات إذا ما كان هناك وزير الخارجية الفلسطيني موجود في القاهرة، وثمن وأعطى الخط الأخضر للمبادرة المصرية؟ طبعا، ولكن حركة حماس تتصرف وكأنه لا يوجد شيء اسمه حكومة توافق وطني. هم يعتقدون بأنهم يعني بأنهم مستهدفون، مع أن الأهداف الحقيقية لحركة حماس من هذه الحرب هو تحسين وضعها وليس موضوع الشعب الفلسطيني ولا النضال الوطني الفلسطيني ولا البرنامج الوطني الفلسطيني. هذا على الأقل واضح من خلال هذا الغضب الذي أبدته في وجه المبادرة. المبادرة في نهاية المطاف توقف العدوان وتحقق للشعب الفلسطيني وليس فقط لحركة حماس مطلب وقف الحصار أو يعني إنهاء الحصار، وبالتالي حركة حماس تتصرف من مواقع يعني مصالحها الخاصة وليس من موقع يعني رؤية الشعب الفلسطيني. القيادة الفلسطينية كانت منذ اللحظة الأولى تريد وقف إطلاق النار، هذا هو الموضوع. إذا تحقق وقف إطلاق النار وفك الحصار عن غزة، فما الذي يبقى لدى حركة حماس أو غير حركة حماس؟ نعم. وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني هناك محاولة جادة لحرف الموضوع عن مساره الصحيح. نحن منذ اللحظة الأولى قلنا المهم وقف العدوان، طالما استطعنا أن نوقف العدوان وقبلت به إسرائيل، كيف يمكننا أن نستمر يعني الآن بإطلاق الصواريخ لنعطي إسرائيل مبررات ذبح شعبنا والبطش به؟ يعني أنا أعتقد أن حركة حماس يعني تعيش أزمة دور وأزمة مكانة، وأعتقد أنها تريد أن تبدأ معركة سياسية ليس مجالها الآن للأسف الشديد. الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، أشكرك جزيل الشكر.
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا على رأس وفد رفيع للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينا قوله إن لقاء الرئيس عباس بالرئيس السيسي يأتي في إطار التشاور المستمر وتنسيق المواقف وكذلك لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جون كاري في إطار التشاور المستمر لاحتواء الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية. بحث الوزيران خلال الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والمبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار، وكذا الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذي أصدر قرارا بدعم المبادرة التي طرحتها القاهرة. وفي وقت سابق رحب وزير الخارجية الأمريكي جون كاري بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقبول إسرائيل بها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة توفر فرصة لإنهاء العنف واستعادة الهدوء. كما حث كاري كافة الأطراف الأخرى على قبول المقترح المصري محذرا من مخاطر كبيرة من تصعيد العنف بين إسرائيل وغزة وخروجه عن السيطرة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه رغب في إعطاء مبادرة وقف إطلاق النار المصرية فرصة ليتم العمل بها، لكنه على استعداد للعودة لمنطقة الشرق الأوسط غدا. ندى وتواصل مصر فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة. ووصل عبر المعبر 4 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية وبصحبتهم 5 مرافقين. وذكر مصدر بالمعبر أنه غادر مصر إلى غزة 123 فردا من العالقين والحالات الإنسانية من الفلسطينيين والأجانب وحامل الجوازات الأجنبية. دعت الولايات المتحدة مصر لحضور اجتماع قمة زعماء الأفارقة في واشنطن الشهر القادم. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن القمة ستركز على توسيع الروابط التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية، وسيكون الرئيس باراك أوباما مضيف القمة الأمريكية في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس القادم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تباشر مهمها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القرار بقانون إصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وينص القرار على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقد وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها تختار عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية. شهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الصحة عادل عدوي التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة أمريكية منتجة لعقار سوفالدي لعلاج فيروس سي لتوفير العقار للمرضى في مصر. وقال وزير الصحة إن تكلفة علاج فيروس سي في مصر تبلغ 2200 جنيه شهريا، مضيفا أنه سيتم طرح العلاج من خلال المراكز القومية للفيروسات الكبدية وتوفيره لمرضى التأمين الصحي. هذا وقد صرح وزير الصحة أنه يوجد في مصر حاليا 26 مركزا قوميا لعلاج الفيروسات الكبدية، وأنه سيتم البدء في طرح العقار في 8 مراكز منها. وأشار إلى أنه سيتم توفير 170 ألف جرعة حتى نهاية العام الجاري على أن تصل إلى 250 ألف بحلول فبراير 2015. هذا الدواء وهذه الكميات لمصر بهذا السعر الذي يقارن بالسعر العالمي لا يزيد عن 1% من السعر العالمي في بلد
فهذا نتيجة جهد ودؤوب ومفاوضات مستمرة من السادة الزملاء أعضاء اللجنة القومية للبروسيس الكبدية وأيضا مسؤولين في الوزارة. تم الوصول إلى هذا الاتفاق وبموجبه سيتم توفير هذا العقار بكمية تصل إلى 25,000 جرعة. اعتمد وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر نتيجة الثانوية العامة. يأتي هذا بينما تعقد وزارة التربية والتعليم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الأوائل على أن تعلن بالمدارس غدا الأربعاء. وأوضحت أرقام الوزارة ارتفاع نسب النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي حيث بلغت أكثر من 90%. قررت محكمة جناية القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأربعة عشر متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية أحداث قصر الاتحادية إلى جلسة 20 أغسطس القادم. ويواجه المتهمون في القضية تهما بارتكاب جرائم القتل والتعذيب للمتظاهرين والتحريض على قتلهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات. قضت محكمة جناية القاهرة بمعاقبة 5 من أنصار تنظيم الإخوان بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم لإدانتهم باحتجاز مواطن في ميدان 4 وتعذيبه وبتر إصبع من يده. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين 5 إلى المحكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضاء. وأسندت النيابة إلى المذكورين تهم الشروع في القتل واحتجاز وتعذيب مواطن بدون وجه حق وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص. قال وزير السياحة هشام زعزوع إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استعادة الحركة السياحية بأسرع ما يمكن وبدء حملة علاقات دولية لتحسين صورة مصر خارجيا. ويرى الخبراء استعادة النشاط السياحي بأنه يحتاج إلى توافر الأمن في المناطق السياحية وتنويع المنتج السياحي وتخفيض أسعار الطيران الداخلي. في محاولة جادة لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر في أسرع وقت ممكن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تدشين حملة علاقات دولية تستهدف تحسين صورة مصر في الخارج. هذه مبادرة جيدة وإن كانت تأخرت كثيرا إلا أنها تأتي أفضل من أن لا تأتي. أظن تعاقد مع شركة علاقات دولية شركة علاقات عامة دولية متخصصة في هذا المجال. عاوزين نكتب مجموعة من المقالات في كبريات الصحف العالمية اللي بيقراها العالم كله برا. عاوزين مجموعة من نشرات من المادة الإعلانية مجموعة من الإعلانات في كبريات الفضائيات في العالم. أنت كمرشد سياحي عليك أن توضح الصورة جيدا تمام، توضح حقيقة ما حدث في مصر في الفترة الماضية، تفند الأكاذيب التي تبثها بعض القنوات وخاصة القنوات المغرضة اللي كلنا عارفينها. ويرى الخبراء أن استعادة التدفق السياحي يحتاج إلى توافر الأمن في المناطق السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى تنويع المنتج السياحي وتخفيض أسعار الطيران الداخلي. أعمل مهرجانات فنية، أبتدي أعيد الذاكرة لورا وأشوف إيه اللي كان بيتعمل أو أعمل حاجات جديدة. افتتاح طريق كباش مثلا في الأقصر، يعني ده يبقى حدث. افتتاح بعض المقابر اللي كانت بترمم ده حدث وعملناها قبل كده. يعني في احداث لازم نخلقها بقى تيجي الناحية المجابة. يبقى اذا معالجة سلبيات وان احنا نبرز ايجابيات جديدة. يعني لازم الماراثون، جري، اي حاجة تخلي الناس تخرج من فكرة ثورة، ميدان التحرير، ضرب، اخوان. ويعاني قطاع السياحة في مصر اضطرابات عدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعول الدولة على هذا القطاع في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا. أشرف إبراهيم، النيل. إلى العراق، حيث انتخب مجلس النواب السياسي السني سليم الجابوري رئيسا جديدا للمجلس في جلسته التي عقدها اليوم بعد حصوله على أغلبية مطلقة من أصوات النواب.
وحصل الجابوري مرشح القوى السنية الرئيسية في البرلمان المؤلف من 328 نائبا على 194 صوتا، من بين أصوات 293 نائبا حضروا الجلسة، متجاوزا عدد الأصوات المطلوبة للفوز بهذا المنصب وهو 165 صوتا. يأتي انتخاب الجابوري بعد جلستين فاشلتين للبرلمان العراقي، مقدمة لعملية سياسية ينبغي أن تؤدي أيضا إلى اتفاق النواب على اختيار رئيس جديد وحكومة جديدة. ميدانيا، تمكنت القوات العراقية من دخول مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين والسيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة التي سقطت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية قبل أكثر من شهر. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو المجمع الرئيسي للرئيس السابق صدام حسين في تكريت، حيث يتخذه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مقرا لهم. في أول تقدم تحققه قوات الجيش العراقي منذ تدهور، تمكنت قوات الجيش من دخول مدينة تكريت شمالي بغداد والسيطرة على الجزء الجنوبي منها. وزارة الدفاع العراقية أكدت أن قوات الجيش مدعومة بغطاء جوي كثيف شنت حملة عسكرية مكثفة لاستعادة مدينة تكريت التي يسيطر عليها مسلحون منذ أكثر من شهر، في حين أوضحت مصادر أن الهجوم العسكري جاء بدعم من مقاتلي العشائر. مصادر أمنية ومحلية في محافظة صلاح الدين أضافت من جانبها أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مباني أمنية وحكومية هامة، مشيرة إلى أن الاشتباكات ما زالت تدور في جنوبي المدينة. وبحسب المصادر أيضا، فإن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو المجمع الرئاسي للرئيس السابق صدام حسين بالمدينة، حيث يتخذوه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مقرا لهم ويعقدون بمحاكمتهم للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وفي منتصف شهر يونيو الماضي انسحبت القوات الحكومية من مدينة تكريت عندما شن مسلحون هجومهم على مدينة الموصل وحاصروا تكريت بعدها بيومين، وانضم موالون للرئيس السابق صدام حسين في المدينة إلى صف مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في قتالهم بالمدينة. وفي حالة استعادة قوات الجيش العراقي السيطرة على مدينة تكريت بأكملها، سيمثل ذلك أول تقدم حكومي تحرزه بغداد نحو استعادة السيطرة على المناطق التي فقدت السيطرة عليها. يأتي ذلك فيما لا يزال المسلحون يواصلون سيطرتهم على مناطق مهمة في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالة، بينما تقوم القوات العراقية بعمليات لوقف زحف هؤلاء المسلحين واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية فقدت السيطرة عليها مؤخرا. مستمرون معكم في هذه البانوراما الإخبارية. وفيها أيضا، مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا غدا لبحث الأوضاع في ليبيا. إسرائيل تستأنف غاراتها الجوية على غزة بعد توقف دام ساعات بموجب المبادرة المصرية. محلب ووزير الصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الأمريكية المنتجة لعقار علاج فيروس سي. مجلس النواب العراقي ينتخب سياسي سني سليم الجبوري رئيسا له بالأغلبية المطلقة. والآن نتابع أهم أنباء المال والأعمال. محمد سليمان لديه التفاصيل. محمد، أشكرك محمد وشكرا لك إيمان. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها بعد الفاصل. البورصة المصرية تكسب 3.6 مليار جنيه وسط ارتفاع جمعي للمؤشرات. مرحبا بكم مجددا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون بتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة. ووفقا للقرار تؤول الخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى ولو كان ذلك مغيرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة. كما نص القرار مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة نص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. التقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب برئيس مجلس إدارة شركة تراثيمورا العالمية والتي تعمل في مجال التجارة وتداول المنتجات البترولية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية. وخلال اللقاء أكد محلب على أن الحكومة جادة في البحث عن مصادر جديدة ومتجددة للطاقة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والرياح لحل أزمة الكهرباء. من جانبه تقدم رئيس الشركة بمقترحات للتعاون مع وزارة البترول لتطوير البنية التحتية وذلك لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية وتطوير البنية التحتية لاستخدام الفحم واستيراده وتوريد الغاز المسال للوفاء باحتياجات السوق المحلية بشروط ميسرة. قادت عمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة ادفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم بقيادة الأسهم الكبرى والنشطة لقطاعات البنوك والعقارات والاتصالات. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 3.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 492 مليار و700 مليون جنيه وسط تعاملات بلغت نحو مليار جنيه. وقع كل من منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتدريب وتشغيل 10,000 باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار تفعيل البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل. التقى وزير النقل المهندس هاني ضاحي بالملحق التجاري الصيني وممثلي شركة أفيك الصينية لمناقشة العرض النهائي المقدم للوزارة والخاص بإنشاء وتنفيذ خط القطار المكهرب السلام العاشر بالبيس. كما التقى وزير النقل برئيس مؤسسة الجايكا اليابانية حيث ناقش الانتهاء من التصميمات النهائية الخاصة بالمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق قبل نهاية هذا العام والممول من الحكومة اليابانية بمبلغ 1.2 مليار دولار. في نيجيريا حيث تزايدت الأسعار بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل وذلك الارتفاع الذي شهدته الأسعار فسره البعض بالإقبال على الشراء خلال أيام الصيام وأرجعه آخرون إلى عدم الإقبال على العمل بينما شدد البعض على أن الارتفاع الذي تشهده الأسعار أمر طبيعي. يعيش المسلمون في ليغوس عاصمة نيجيريا التجارية يعيشون أيام رمضان وسط شكوى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. الأهالي يشترون الخضر والفاكهة واللحوم من الأسواق الشعبية التي تباع فيها المواد الغذائية بأسعار أقل من أسعار متاجر التجزئة إلا أن الأسعار في تلك الأسواق أيضا شهدت زيادات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك. معظم من ينقلون البضائع من المسلمين ولا طاقة لهم بالعمل مع الصيام القليلون الذين يعملون يبيعون بأسعار مرتفعة نشتري بسعر مرتفع ولابد من بيع ما اشتريناه. قدوم الشهر الفضيل على النيجيريين لم يكن السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار حيث أن أسعار التضخم تواصل ارتفاعها منذ عدة شهور حتى أنه زاد إلى 8% في شهر مايو الماضي. ليس الأمر مختلفا في الوقت الحالي كلما جاء وقت الصيام قالوا أن الصيام هو سبب ارتفاع الأسعار لكن أسعار المواد الغذائية كانت مرتفعة بالفعل قبل بدء الصيام. كل الأسعار الآن مرتفعة حتى اللحم الذي كنا نشتريه بألف نيرة أصبح سعره الآن نحو 1500 أو 2000
حتى الأرز والفول وكل شيء، حتى الكيروسين، كل شيء صار الآن باهظ الثمن. تفسير آخر لارتفاع الأسعار مع حلول الشهر الفضيل في نيجيريا يقدمه بولاجي درانيجو رئيس اللجنة التنفيذية للمسجد المركزي بليغوس، والذي أشار إلى أن الأسعار ترتفع في رمضان بسبب زيادة الطلب على المواد الغذائية. يزيد الأقبال على الشراء لإعداد طعام الإفطار في شهر رمضان، فيزيد الطلب وترتفع الأسعار لهذا السبب. عدد سكان نيجيريا يبلغون نحو 170 مليون نسمة، نصفهم تقريبا من المسلمين والباقين من المسيحيين، ويعيش أغلب سكان البلاد على أقل من دولار في اليوم الواحد. أعلن صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الكاميرون بنسبة 5.5% بنهاية العام المالي 2013-2014 مقارنة بنمو قدره 4.6% خلال العام السابق. وأرجع الصندوق الفضل في ذلك إلى الاستمرار في تبني سياسات خفض النفقات والزيادة في إنتاج البترول وزيادة النشاط في قطاع الخدمات. بدأت اليوم في البرازيل فعاليات القمة السادسة لمجموعة البريكس تحت شعار النمو الشامل والتنمية المستدامة. القمة تجمع زعماء كل من روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتستمر لمدة يومين تبحث خلالهما سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والبنية الأساسية. ومن المنتظر أن تشهد القمة توقيع زعماء البريكس على اتفاق إطاري لإنشاء صندوق احتياطي للنقد الأجنبي يعادل 100 مليار دولار خاص بالدول الأعضاء لمواجهة التقلبات المالية. شاهدين انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الرابعة ما زالت مستمرة مع الزميلين محمد عبد الله وإمام منصور. شكرا محمد. يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. يأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا في محيط مطار طرابلس الدولي بين مسلحين، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين، وإغلاق المطار أمام حركة الملاحة الجوية حتى الآن. أكدت مصر أنها تتابع باهتمام شديد التطورات في ليبيا، ونشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين هناك توخي أقصى درجات الحذر وعدم التحرك خارج مقار عملهم أو إقامتهم. يأتي ذلك فيما ناقشت الحكومة الليبية المؤقتة إمكانية طلب تدخل قوات دولية في البلاد لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين في ضوء الفوضى الحالية. بعد اتساع دائرة العنف في ليبيا، أعلنت الحكومة الليبية أنها تدرس إمكانية طلب تدخل قوات دولية لمساعدتها في بسط الأمن والنظام في البلاد، ولا سيما في العاصمة طرابلس التي تشهد منذ الأحد اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة. المتحدث باسم الحكومة الليبية طالب الجماعات المسلحة بوقف فوري للقتال، مشيرا إلى أن أي جهة تقوم بأعمال عنف ستتعرض للمساءلة القضائية بتهم جرائم الحرب وممارسات ضد الإنسانية. وقف العمليات العسكرية والعدائية فورا، وإحالة أي قائد يأمر أو يوافق أو لا يمنع قصف أو ضرب أي جهة مدنية بما في ذلك مطار طرابلس الدولي إلى النائب العام أو الجهات القضائية الأخرى بالتهم شاملة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية. الحكومة الليبية عقدت اجتماعا طارئا في أعقاب المواجهات العنيفة التي دارت في العاصمة وتحديدا في محيط مطار طرابلس الدولي، وألحقت أضرارا جسيمة بمنشآته بالإضافة إلى إصابة 90% من الطائرات التي كانت رابضة في المطار. 90% من الطائرات أصيبت، وإصلاحها يحتاج إلى أشهر ومئات الملايين. برج المراقبة في المطار أصيب، خزانات وشاحنات الوقود تم تدميرها، عدد من الطائرات المدنية وأخرى تابعة للأمن الوطني تم تدميرها بالكامل. مطار طرابلس ليس المطار الوحيد الذي تم إغلاقه في ليبيا، فالرحلة الجوية من مطار مصراتة الدولي تم تعليقها لأسباب تقنية، وبهذا لا يتبقى سوى مطارين صغيرين يربطان ليبيا بالعالم الخارجي، خاصة وأن مطار بني غازي مغلق منذ شهرين. الأوضاع الأمنية في ليبيا تزداد سوءا في مختلف أنحاء البلاد، ما دفع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إجلاء موظفيها، فبالإضافة إلى القتال الدائر في طرابلس تشهد مدينة بني غازي
البنغازي أيضا انفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اغتيالات لمسؤولين عسكريين وأمنيين واشتباكات يومية بين قوات اللواء خليفة حفتر وأنصار الشريعة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن إطلاق قذائف وصواريخ على المنازل والمباني، ما دفع البنوك والمصالح الحكومية إلى إغلاق أبوابها. يعقد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عركجي اجتماعا اليوم مع ناظرته الأوروبية هيليك شميدت ونائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز في إطار المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى. يبحث الاجتماع صياغة مسودة نص الاتفاق النهائي بين مجموعة 5+1 الغربية وإيران بشأن ملفها النووي. كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد وصف المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين بالجادة والشاقة، مؤكدا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين القوى العالمية الست وإيران حول الخطوط العريضة للاتفاق النووي الشامل، وذلك قبل أسبوع من انتهاء الموعد المحدد للتوصل لهذا الاتفاق في 20 يوليو الجاري. قتل 89 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بأحد الأسواق شرقي أفغانستان. وقال مسؤولون محليون إن انتحاريا اقتحم السوق المحلية في منطقة أورغون بولاية باكتكا قرب الحدود الباكستانية وقام بتفجير سيارته الملغومة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. في سياق متصل أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 2 من العاملين بالقصر الرئاسي وإصابة 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في العاصمة كابول. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعيين وزير الدفاع السابق فيليب هيموند وزيرا للخارجية خلفا لويليام هيج الذي استقال أمس من منصبه. كما وقع اختيار كاميرون على مايكل فالون ليتولى حقيبة الدفاع خلفا لهيموند، وذلك في إطار التعديل الوزاري الذي أعلنه كاميرون منذ قليل والذي يهدف بواسطته تغيير فريقه استعدادا للانتخابات العامة في مايو القادم. في خطوة قد تبدو مفاجئة أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج استقالته من منصبه. قرار هيج يأتي في إطار تعديل وزاري في الحكومة أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وشمل عدة حقائب وزارية أهمها الخارجية والدفاع، وذلك قبيل الانتخابات المقررة في مايو 2015. ووقع اختيار كاميرون على فيليب هيموند الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 2011 والمعروف بموقفه المتشكك من جدوى الوحدة الأوروبية ليخلف هيج على رأس الدبلوماسية البريطانية. هيموند كان قد أعلن أنه سيصوت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل لشروط عضوية أفضل، وذلك في استفتاء وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجراءه عام 2017 إذا ما أعيد انتخابه. هيج سيصبح زعيما لمجلس العموم وهو منصب وزاري يعنى بتنظيم شؤون الحكومة في مجلس العموم والعمل عن كثب مع المسؤول عن الانضباط في الحزب وسيتولاه حتى الانتخابات المقبلة. وقع عضو في البرلمان لستة 26 عاما شهدت سنوات هيج الأربعة الأخيرة وزيرا للخارجية أحداث الربيع العربي والحرب في سوريا والتوغل الروسي في أوكرانيا وزيادة برودة بريطانيا تجاه العضوية في الاتحاد الأوروبي. كاميرون أثنى على صديقه وحليفه القديم ويليام هيج وأكد أنه سيبقى نائبه السياسي وأنه سيلعب دورا مهما في المعركة الانتخابية المقبلة، وكان متوقعا أن يستقيل هيج من البرلمان خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما أكده في خطاب استقالته، غير أن مسألة استقالته من منصب وزير الخارجية كانت مستبعدة لحين إجراء الانتخابات العام المقبل على الأقل. وفي نشرتنا أيضا ولكن بعد أخبار الرياضة. من الجدير بالذكر أغاني سيد درويش والشيخ إمام في احتفالية بدار الأوبرا ضمن لياليها الرمضانية.